خاص عايشة خانم بالطابق الثالث. فهمت. تفضل السيدات أولا. عن جد مو معقول. اجيت قبلكم مشان اطمن على الوضع اذا كل شيء تمام، مرضت امي بخير فجأة اخذوه على المستشفى بسرعة وهو لحق. هنن هلا بالمستشفى والمحل مسكر، قلك شي عائشة كل السلبيات بتصير بسبب اخي حقي وين ما راح. بدون هذا الزلمة نحس. طب سلاحك بجد، ابنك مين؟ إذا مو مصدق حقي ماشي. شوفي على هالزلمة، هذا هالزلمة نحس من كتر مونيته سيئة. طيب وهلا شو بدنا نعمل؟ شو بدنا نعمل يا كانت اختي فادية حارزة وبدها تاخذني، خلينا نروح لهنيك. ايه فكرة حلوة، تعالي لعندك. يرزا، معقول انت خاين لهالدرجة؟ ها؟ عم تخطط تلعب من وراء ظهري؟ ناكر المعروف، انت بدك تأذيني. جدي، انت اكيد سبق لجنان. بدك تعمل عملية بهي الحالة يا جدي؟ معقول يصير هيك شيء بالعرس؟ شو مفكر رح يصير إذا عرف فريد؟ مفكر الزلمة رح يتركك؟ ها؟ شوف، أنا قلت لك إنه لازم تعمل هذا الشيء بوقت هادي مو اليوم. كيف بدك تاخذ الكلية بدون رضاها؟ شوف، انت عم تقول مشان تكسب إليف رح يصير العكس جدي، هذا الزلمه رح يخليك تعفن بالسجن، عم تفهم؟ شو رح يصير بعدين؟ إليف رح تبقى لحالها هون. انا عم بعمل هالشي بس مشان احميك انت وإليف يا جدي، حط هالشي براسك. ما عم بقدر بعد عيوني عنك، طالعه كتير حلوه. وانت طالع شخصيه كتير والله. عندي إليك مفاجأة. مفاجأة شو؟ بعد شوي بتشوفي. وهي المفاجأة جاية. قال ما بيصير بدونه، قال كمان كل شيء لازم يصير حسب العادات والتقاليد، قال انا بدي اخذ مكانه. كنت مشتاقة له كثير.